مش حقه زعلان احمد نبي الفضل، زعلان انه في عيد الفالنتاين اليوم ان شاء الله الريايل اهدوا حريمهم اللي قاعد يتابعونا الحين، ان شاء الله وديتوا ورد لحريمكم ولا تطلعون لا حرام ما يجوز، لا مو حرام، ود لها ورده قولها كل عام وانت بخير، اوكي باربع دنانير ست دنانير عشر دنانير وديتها. الله كريم انت، الله كريم، لا انت اصلا يقول لك غالي الورد الايام، اوكي غالي يستغلون الفتره. عموما يعني اذا اليوم الواحد ناسي باكر بوكيه وتليفون هديه ساعه شيء كاكاو والله يستانسون الحريم. فاحمد ابي الفضل زعلان انه وزع ورد بعيد الحب في مجلس الامه واخونا الامين العام سحب الورد وكلف هالورد 73 دينار، والله ببلاش يا احمد، وين هالورد ب 73 اللي توزع على مجلس الامه؟ دلنا على هالمحل، عطني تقرير. انا شكاية اول شيء قبل لا نبلش بالرسائل. انا جيت اليوم وقدمت ورده لكل عضو. هابي فالنتاين. وشوف الان هذا ابو عبد الله الغالي قاعد يلومني لان الاخ الامين العام شافني وانا اوزع على كل نائب زين، يعني محاوله مني لبث المحبه، ولكن يا الاخوه النواب ما لقى ولا واحد فيهم ولا ورده ولا لقى شيء. انا لان ما ادري منو اللي شال الورده، والورده مكلفتني دينار 73 ورده 73 دينار، مو من حق. بعدين مو شايفني وانا اوزع الورد؟ اخ الامين العام ايش حق تشيلهم تالي؟ تنطرني اطلع وتشيلهم؟ انا ابي ورد، الورده على الاقل اللي كانت عندي، وابي ورده توزعها لوزير الداخليه والصفاء حتى يهدون الكل، وهابي فالنتاين للجميع. والله انا ليالي ورد، وين الورد؟ استديو كله احمر فهو ورد، يلا نعتبره ورده حلوه يعني. اخونا الغانم ابو